الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا مسرور جدا وأشعر بفرح بافتتاح هذا الجمع المبارك مع تلة من المنتخبين والمسؤولين والمستثمرين والفاعلين في هذه الجهة، والهدف هو التذاكر في المستوى التنموي للجهة وفي الآفاق التنموية لهذه الجهة. لما برمجنا أو فكرنا الحكومة باش نديروا زيارات للجهات على أساس ممارسة سياسة القرب مع المواطنات والمواطنين والمنتخبين في كل جهة جهة، قدرنا أن هذه سياسة القرب هو واجب أولا على المسؤولين تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بإعطاء صوت المواطن والمواطنين الاهتمام الكامل والاطلاع القرب على المشاكل ديالهم في مختلف الجهات والأقاليم والمناطق، والتتبع المنتظم للمشاريع والأوراش المفتوحة والاستجابة لتطلعات مواطنات المواطنين. هذا هو الهدف العام، وداخل الهدف العام فيه هدف الإنصات والتعرف على أرض الواقع على المشاكل الحقيقية والآفاق. وهذا واحد الأمر اهتمينا به على أكثر من مستوى، فمنذ أسبوعين تقريبا صادق مجلس الحكومة أو ثلاثة أسابيع صادق مجلس الحكومة على المرسوم الخاص بطريقة سير لجنة العرائض. وهذه القضية ديال العرائض هذا واحد مقتضى دستوري، تمتيع المواطنين بحق تقديم عرائض كتتضمن إما مقترحات وإما استدراكات وإما انتقادات مركزة على مشاريع معينة تقدم إما للحكومة أو للجماعات الترابية. وصدر واحد القانون التنظيمي كينظم هذه العملية هذه، وهو الدستور يفرض إصداره. ثم احنا درنا مرسوم كينظم لجنة العرائض، وعقدات لجنة العرائض أول لقاء لها وعدت واحد كتيب فيه المسطرة كيفاش غيتجمع هذه العريضة وفين غيتوصلها. دابا الآن باش ملزمة الجماعات الترابية من جهة والحكومة من جهة أخرى باش تستقبل عرائض المواطنات والمواطنين وتفعل معها وتعطي الجواب فورا في أجال محددة بالقانون. وعطيناه أهمية في الأسابيع الأولى لهذه الحكومة باش نعطيه لصوت المواطن قيمة. دابا الآن يمكن تقترحوا مشروع على أي جماعة ترابية أو على الحكومة، كل على مستواه وفق الشكليات والشروط الموضحة في القانون وفي المرسوم المنظم. هاد الخطوة هذه مع خطوات أخرى الهدف منها هو ندير واحد التفاعل بين المواطنين والمسؤولين، يكون تفاعل سلس باش ما يضيعش صوت المواطن. ولما قررنا هذه الزيارة اللي هي جزء من هذه الفلسفة العامة، قررنا نبدأ بجهة بني ملال الخنيفرة. علاش؟ أولا لأن جهة بني ملال الخنيفرة جهة تتمتع بمؤهلات مهمة، عندها مؤهلات اقتصادية تنموية في مجالات متعددة، في المجال الفلاحي، في المجال المعدني، في المجال السياحي،
مؤهلة بشرية مهمة وواعدة. الجهة فيها هاد المؤهلات وهي مهمة بالنسبة للوطن عموما، لكن مع الأسف الشديد الجهة لا تستفيد بالطريقة الكافية والمناسبة من هذه المؤهلات. حنا قلنا بغينا نقولوا جهة بني ملال الخنفرة من الجهات التي لم تستفيد كثيرا من ثمار التنمية في الوطن، وحنا عارفين بأن بعض الجهات كتستفد أكثر من جهات أخرى، هذا شيء واضح في المؤشرات التنموية وفي المؤشرات الاجتماعية. فلذلك قلنا نبدأ بالجهات الأقل حظا في الاستفادة من ثمار النمو وطنيا، فقلنا غادي نبداو من جهة بني ملال الخنفرة تقديرا الأهمية ديال الجهة والدور ديالها وضرورة أن تستفيد في المستقبل من أوراش تنموية، إما التي بدأت تحتاج إلى تسريع، وإما التي هي مبرمجة تحتاج إلى إنجاز، وإما التي بدأت في الإنجاز تحتاج إلى أن تفعل. إذن هذا هو المعيار الأساس، ولكن يمكن نقول بأن الجهة كانت سباقة في إطلاق واحد المجموعة ديال الأوراش نموذجية. أول ورش نموذجي يمكن هو اقتراح عقد برنامج بين الجهة وبين الحكومة منذ فترة، منذ 10 سنوات على ما أظن، لكن لم يجد طريقه إلى أرض الواقع. واليوم غادي ننطلقوا من هذه الجهة باش نبدأ أول تجربة لعقد برنامج الجهة بين الجهة وبين الدولة إن شاء الله. كما قلنا للسيد الوالي منذ قليل والسادة العمال، غادي نشتغلوا في المرحلة المقبلة باش نضبطوا هذا عقد البرنامج وفق مقترحات ديال الجهة وحاجيات مختلف الجماعات الترابية في الجهة، ونديروا عقد ندرسوه ثم نوقعوه ونتفقوا على الالتزامات الدولة من جهة والجهة والجماعات الترابية من جهة أخرى، ونشتغلوا عليه بإذن الله. وأيضا الجهة ما نساوش بأن الورش النموذجي ديال تطبيق وتنفيذ نظام التغطية الصحية الرميد كان في الجهة قبل ما يتعمم وطنيا، كان دار واحد نموذج في الجهة طبق فيه حتى تعرفنا على الإشكالات اللي كيطرح واقعيا، الصعوبات اللي كاينة، كيفاش نواجهوا هذه الصعوبات، كيفاش نتجاوزوها، ومنها بعدها انطلقنا وعمناه وطنيا. وهذا ورش مهم كيهم اليوم 9 مليون على الأقل، قريب 10 ملايين مواطن عبر التراب الوطني. وأيضا من بين الأورش اللي تلقت أخيرا واللي كنا عطينا انطلاقة في البرنامج الحكومي ثم بعد بدأت التطبيق ديالها، هو برنامج المساعدة المعمارية والتقنية المجانية للعالم القروي. الناس اللي بغاو يديروا البلان التصاميم ديالهم في العالم القروي ما عندهمش إمكانيات إلى آخره، وزارة التعمير والسكنة وسياسة المدينة وإعادة التراب وسياسة المدينة تكلفت باش هي تدير واحد دعم مجاني لجميع المواطنين اللي بغاو يديروا هاد التصاميم ديالهم، ولا وتعطى لهم المساعدة المعمارية والمساعدة التقنية مجانا في العالم القروي باش نسرعوا هاد الورش وباش نتداركوا الأوراش القديمة اللي عطتنا كثير من ما يمكن أن يصنف في السكن غير لائق. وماشي هو غير لائق، هو غير ما درتش ليه البلان ديالو، ما تسجلش، ما كملتش الإجراءات، ولأن هذه الإجراءات كتستلزم مصاريف معينة. فهذا أيضا غادي تستفد الجهة من 50% تقريبا من تنفيذ هذا البرنامج. صحيح أن الجهة عرفت واحد الحركية في الفترة الأخيرة كما تعرفون، وهي حركية في عدد من المشاريع، وربما غادي يجي لها السيد الوالي والسيد رئيس الجهة بعد قليل، وخاصة في العالم القروي وفي المناطق الجبلية
مرتبطة بالصحة، مرتبطة بالتعليم، مرتبطة بالطرق، مرتبطة بالماء، ومرتبطة بالأنشطة المدرة للدخل أو الأنشطة أيضا المنشئة لفرص الشغل القارة إلى آخره. إذن هناك عدد من الجهود اللي تمت، لكن نحن واعين بأن هذه الجهود ماشي في المستوى ديال المعاناة ديال المواطنين، وماشي في المستوى ديال الحاجيات ديال المواطنين. وخمس المناطق الجبلية وفي بعض المناطق اللي كتعاني فعلا كتعاني، وخصوصا من ضعف تثمين المنتوج المحلي. حضرة السيدات والسادة، احنا وعيا بهذا الواقع اللي هو يحتاج الى اصلاحات احيانا جذرية، كانت بلادنا قد فتحت ورش اللا تركيز، لا ديكونسونطراسيون، اللا تركيز الاداري، باش يشكل واحد الدعامه الجهويه المتقدمه. ولا تركيز اداري يعني مع اللا تمركز، لا تمركز هو اللي غادي يعطينا الجهويه المتقدمه، واللا تركيز الاداري هو تفويت صلاحيات ديال القطاعات والادارات، القطاعات الحكوميه والادارات المركزيه الى ادارات جهويه، وهو يكمل الجهوية المتقدمة. بدونه غيبقى الجهوية المتقدمة يعني يبغي نقوله متعطرة. والغريب أن التوجيهات الملكية وردت، أنا أقول لكم وردت في 15 خطاب ملكي أو رسالة ملكية 15 مرة، وهو يحث على الإسراع في إتمام ورش اللاتركيز. ولذلك احنا أعطيناه أهمية، وحنا دابا الميثاق لا تركيز الان تقريبا معد، تقريبا نتمنوا في الاسابيع المقبله نخرجوه، وغادي يخرج كمرسوم. بمجرد ما غادي يخرج ان شاء الله غادي يبدا الاشتغال عليه عمليا. فلذلك بغيت هنا من هنا ان يعني ان اخبر بان ميثاق لا تركيز موجود، يحتاج الى يعني واحد جهود قليلة، تطوير قليل بعض النقاط اللي هي خلافية بين بعض القطاعات، وأننا إن شاء الله كنعطيه الأهمية كاملة وعارفين واعين بالأهمية دياله، وأن إن شاء الله غنخرجوه بإذن الله في الأسابيع المقبلة حتى يمكن أن نعطي انطلاق لهذا الورش المهم جداً ديال اللا تركيز إداري، والذي كان موضوع توجيهات سامية متتالية لجلالة الملك نصره الله. هذا غيتم مع استكمال مختلف المراسيم الخاصة بالجماعات الترابية، مراسيم المنظمة للجماعات الترابية اللي صدرنا منها منذ مجيء هذه الحكومة، يعني منذ أقل من 3 أشهر حوالي 27 مرسوم، 26 مرسوم، بقات لنا 7 المراسيم إن شاء الله غادي نستكملوها في الأسابيع المقبلة بإذن الله. وإلى استكملها غادي نكون الترسانة القانونية كاملة الضرورية للجهوية غادي نكون استكملها. تحتاج إلى شيء من العمل، ولكن إحنا إن شاء الله يعني عازمين باش نكملوا هاد الورش إن شاء الله بنجاعة وبفعالية. أنا أظن بأنه كما قال لي السيد الوالي منذ قليل، هاد جوج الأمور إلا تطبقوا على أرض الواقع واستطعنا نكملوهم، غادي نفسو غادي نعطيو واحد دفعة جديدة للجهوية المتقدمة، وهي عقد البرنامج وميثاق لا تركيز إداري. غادي نعطيو دفعة جديدة للجهوية المتقدمة، وغادي يمكنوا الجهات باش تنطلق بسهولة، ما تبقاش فقط مربوطه الفوق. كيقول لك الا وقع شي مشكل كيقول لي سير للرباط دائما، ياك هذا هو الثقافه اللي عندنا، سير دابا غادي يبقى سير الرباط، سير بني ملال صافي انتهى. بالنسبه للجهه غادي يولي مركز الجهه هو اللي غادي يتم فيه الجزء الاكبر من تدبير شؤون المواطنين وشؤون الجماعات والاوراش وغيرها. وبهذا ان شاء الله بهذه الجهويه غادي تكون قربنا، هذا هو تقريب الاداره للمواطنين حقيقه، أنه كنقربوا عدد من الأمور اللي كتتم مركزياً
فيتم جهويا. احنا واعين ايضا الى ان الاستثمار والتشغيل هما عصب التنميه. عصب التنميه يكون عندنا الاستثمار، وهذاك الاستثمار هو المنتج للثروه وايضا منتج لفرص الشغل. ولذلك مع الاسف هنا في الجهه لا يزال مستوى الاستثمار محدود جدا، وحدات الاستثمار قليله، فلذلك نحتاج الى اعطائها دفعه على مستوى مختلف القطاعات الانتاجيه كيفما كان نوعها. هناك عدد من المشاريع الان يفكر فيها وغادي تبرمج ان شاء الله، من بينها منطقه صناعيه غادي تبرمج، وغادي يحاولوا ما امكن يشتغلوا جميع القطاعات الحكوميه واين المؤسسات العموميه باش يمكن نجيبوا مستثمرين. وهاد المستثمرين ان شاء الله الى جاوا غادي يديروا يعطيوا واحد الدفعه المختلف القطاعات الانتاجيه في الجهه، وبالتالي لانتاج الثروه وللتشغيل. هاد العمليه راه ماشي صعيبه ولكن ماشي سهله، تحتاج الى تعاون والى تضافر. داكشي علاش حنا فاش قررنا باش نجيو الجهه، قررنا باش نجيو كفريق، ويكثرون امامكم عدد مهم من الوزراء وتعبؤوا كلهم باش يجيو. يمكن نقول يمكن انا كنظن بانه على الاقل مع اللي عقلت عليه لاول مره كتتم هذه الزياره بهذه الكثافه ديال القطاعات الحكوميه، بهذه الكثافه الى جهه من الجهات باش تناقش مشاريع ديال هذه الجهه والمشاكل التنمويه ديال الجهه، وكل واحد يساهم من جهته باش يحل داك الشيء اللي قد عليه يحلو. حنا ما غنعطيوش وعود ورديه بقاو نشيروا بالارقام ولا المسائل اللي ما يمكنش، لا. وانا قلت للساده اعضاء الحكومه منذ قليل، الواحد يهضر ويعطي الوعود الممكن التحقيق باش يكون، لان هذا تعاقد واتفاق. حنا تحركنا اذن لهذا الغرض باش نعطيو اولا اشاره الى الاهتمام بالجهه، ونعطيو اشاره الى ان هذا الاهتمام عملي ماشي نظري ماشي وعود فضفاضه، وانما امور عمليه. وهذه هي الديمقراطيه الحقيقيه. الديمقراطيه الحقيقيه هو المسؤولين يمشيوا عند المواطنين المنتخبين، يتفاعلوا معهم، يتناقشوا، يتفقوا، ويشتغلوا من بعد وفق ما هو متفق عليه. وهذا الشيء ان شاء الله اللي غادي نشتغلوا عليه. وفي هذا المستوى ايضا لابد ان اقول باننا من بين الامور اللي اتفق عليها اخيرا، هذه عندها علاقه بالاستثمار. انتم تعرفون عندنا واحد اللجنه كتسمى اللجنه الوطنيه لمناخ الاعمال. اش كتناقش هذه اللجنه الوطنيه لمناخ الاعمال؟ كتناقش الظروف المناخ العامه في الوطن، واش هي مساعده للمستثمرين باش يجيو، وطنيين باش يخرجوا فلوسهم ويستثمروا، واجانب باش يجيو يستثمروا، ولا غير مساعده. اشنو هي العراقيل؟ واش في المساطير؟ واش في الغلاء ديال الارض مثلا، ولا في الكهرباء؟ واش المناطق الصناعيه غير متوفره؟ واش القوانين معقده؟ واش الى اخره. هذه اللجنه راه بدات منذ فتره، منذ 2010 يمكن تاسست هذه اللجنه وبدات كتشتغل، والحمد لله حسنت بشكل كبير مناخ الاعمال. انتم كتعرفوا البنك الدولي عنده واحد اش كيتسمو مؤشر مناخ الاعمال، فهمتيني، دوين بيزنس، معروف ممارسه العمل، مؤشر ممارسه الاعمال دوين بيزنس كيصنف فيه الدول. المغرب كان في 2010 128، في 2016 او 2015 ولا في 68، نتيجه العمل اللي قمت به مختلف القطاعات والجهات، قطاعات حكوميه، مؤسسات عموميه، رجال الاعمال، كلهم شركاء بالمناسبه في هذه اللجنه. ما فيش غير القطاعات الحكوميه ولا الرسميه، لا، فيه رجال الاعمال سي جو ام، وفيه الغرف المهنيه، وفيه المهم عدد من الشركاء، وطبيعه المؤسسات ايضا دستوريه بحال بنك المغرب، وفيه مؤسسه المنافسه، هذاك هيئه المنافسه الى اخره، كلهم كيجتمعوا حول طاوله واحده وكيناقشوا كيفاش نحسنوا مناخ الاعمال بالنسبه لهم. احنا الان تقرر باش دار اللجان جهويه لمناخ الاعمال، باش تولي الجهات حتى هي كاين لجنه جهويه اللي كتدرس
الجهه اشنو هو المشكل، علاش المستثمرين ما كيجيوش يستثمروا؟ فلذلك غادي نبداو بتاسيس اللجنه الجهويه لمناخ الاعمال في هذه الجهه ان شاء الله، ولا السنا غادي تشتغل على المشاكل الخاصه بمناخ الاعمال في الجهه، باش الا درنا واحد المنطقه صناعيه ما تبقاش خاويه، لا الناس يجيو ليها، باش يجيو ليها راه رجال الاعمال ما يجيبوش بالزز، المستثمر خصك توفر ليه الشروط باش يجي. ولا شك ان هاد طريق السير لوطوروت اللي دارت هي من بين هي من بين الامور المهمه المساعده التي ستجعل ان شاء الله نشجعوا رجال اعمال ومؤسسات وشركات كبرى ومتوسطه باش تجي تستثمر في الجهه، باش تدير الثروه في الجهه وتساعد في الجهه. حضرة السيدات والسادة، مرة أخرى أعبر عن سعادتي بهذه الزيارة وبهذا الاجتماع، وكنشكر جميع الجهات اللي شاركت اللي ساهمت باش تنجح هذا الاجتماع اللي مبني كما قلت على منهج الإنصات للمواطنين وإشراك الجميع، إشراك الجميع لإعطاء دفعة للعمل التنموي في الجهة وللتعرف على مصالح المواطنين والعمل على حلها وعلى إيجاد الحلول المناسبة لها. وغادي نعتبدوا كما قلت مقاربة عملية إجرائية تتبعية تتبع الأوراش والبرامج التنموية الجهوية المحلية بطريقة ناجعة منتظمة، وهذا هو إن شاء الله العزم ديالنا. ونحن ايضا كننتظروا يكون تفاعل وتعاون جدي في المراحل المقبله. وغادي نقول داكشي اللي قلت للسيد الوالي والساده العمال والساده رؤساء المصالح الخارجيه اللي قلنا منذ قليل، احنا الابواب ديالنا مفتوحه وحنا موجودين لاستقبال الساده البرلمانيين والساده الرؤساء الجماعات وبطبيعه الحال الساده المسؤولين باش نسهلوا اي حاجه، الحاجه اللي عندنا بحال اللي عندكم. وحنا كنسعوا الى انه غير معقول بعض الامور كتعطل فقط لان كاين امور اجرائيه او اداريه او اختلاف في مساطر او اختلاف في مسائل شكليه. الا كان شي حاجه شي مشكل في العمق منطقي باش تعطل الامور حتى تحل المشاكل، ولكن باش تكون مشاكل بسيطة هي التي تعرقل أوراش أو تعرقل مشاريع، هذا غير معقول. داكشي علاش حنا جينا تعبئنا وغادي نبقاو معبئين إن شاء الله كي نستطيع أن نوفي بالتزاماتنا، وإن شاء الله نتمناو في القريب العاجل بعد بضع سنوات هذه الجهة تولي من الجهات التي تتحسن فيها بسرعة المؤشرات التنموية ومؤشرات الاستثمار ومؤشرات التشغيل بإذن الله. وهذه هي اللي غادي تكون البرهان على النجاح ديال هذه الزيارة والنجاح ديال التعاقد اللي غادي نديره قريبا بين الجهة والدولة لمصلحة الوطن والمواطنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.